هجان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا بسم الله الرحمن الرحيم.
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.